شكرا اذا للزميل محمد بن بريك المري. مشاهدينا الكرام، ينطلق على بركة الله الشوط الخامس، ونذكر بان ما زال التوقيت الزمني الافضل حتى الان مسجل باسم حضور لسيد غانم بن منصور آل سيف الخيارين، حيث قطعت 7 دقائق و55 ثانية، 21 جزء من الثانية هو التوقيت الذي قطع لمسافة 5 كيلومترات. لطيف لمحمد بن شرحان بن منيخر العجمي هو من توج بناموس الشوط الرئيسي للقاية الجذاع القعدان، وهوايل توجت بالشوط الثالث سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ومؤخرا كان عناد، وكان الحضور المميز لعناد للسيد مبارك بن عبد الله بن سفران المري في الشوط الماضي. ننطلق اذا مع تفاصيل اخرى ومع منافسة لها ابعادها الجميلة هذا الصباح، وهذا هو الشوط الخامس الذي يعلن من خلاله عن تحدي جديد يجمع الجذاع البكار في منافسة اخرى تمتد على طيلة 5 كيلومترات. اذا ننطلق مشاهدينا الكرام مع المركز الاول ونتابع مقدمة هذا الشوط لنرى الشرود. الشرود تحتل المركز الاول مشاهدينا الكرام للسيد محمد بن هادي الدهن، هي من تحتل المركز الاول، وشردت الشرود عن البقية في الانطلاق وفي حضورها على المركز الاول. الدور على المركز الثاني، مزنة تحتل المركز الثاني للسيد راشد بن مطر بن سعيد المريخي، بينما النقلة على المركز الثالث، وهنا الفايزة، الفايزة تحتل المركز الثالث، وعبد الله بن جر الله بن مخيت المري هو من ينطلق مع الفايزة في ثالث المراكز. المركز الرابع أتابع بلشة، تحتل المركز الرابع بلشة لسيد عبد الهادي بن راشد الدوسري، بينما المركز الخامس تتواجد في شواهين للسيد راشد بن حمد بن متعب المنخس. إذا هذه هي النتيجة وهذه هي المراكز الخمسة الأولى المتقدمة، بدءا مع شرود لمحمد بن هادي الدهن وانتهاء بشواهين لراشد بن حمد بن متعب المنخس. هذه هي خماسية المقدمة والبداية مع شرود. الشرود تحتل المركز الأول، وقطعنا كيلوين متر وتبقى 3000 متر، أي بمعنى 3 كيلومترات. الله 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 الله. الشرود إذن تحتل المركز الأول، تقدم لنا منهجية الدهن في هذا الشوط، منهجية واضحة لشعار الدهن وسياساته الخاصة التي تتضح معالمها مع الشرود في المركز الأول. ولكن نرى الفائزة تمارس ورقة الضغوطات وتحتل المركز الثاني، تلي الشرود مباشرة على المركز الثاني الفائزة وعبد الله بن جار الله بن مخيت المري، ولكن الشرود هناك مع المركز الأول ومع التحالف الاستراتيجي الذي يجمع شعار محمد بن هادي الدهن مع مقدمة الأشواط. يا سلام، المسافة تنتصف مشاهدينا متابعينا الكرام، وما زالت الشرود تقود المسيرة وبضغوط كبيرة من الفايز على المركز الثاني. المنخس الآن بدأ يتسلل وبدأت شواهين تنطلق الآن، منذ قليل كانت في المركز الخامس وتغير الآن شواهين وتنطلق إلى المركز الثالث لراشد بن حمد بن متعب المنخس. المركز الرابع بلشة عبد الهادي بن راشد الدوسري، بينما المركز الخامس هنا مزنة لراشد بن مطر بن سعيد المريخي. هذه هي النتيجة مشاهدينا الكرام، وهذه هي المراكز الخمسة الأولى المتقدمة. ولكن ها غيرت الآن الفائزة، غيرت مشاهدينا الكرام لعبد الله بن جار الله بن مخيت المري، واستلمت بذلك عهدة المركز الأول من الشرود. إذا الفائزة على المركز الأول، وشواهين أو الشرود تتراجع إلى المركز الثاني، وهنا شواهين على المركز الثالث. يا سلام على هذا المثلث، هذا المثلث الأصيل بقيادة
الفائزة التي تحتل المركز الأول. إذن الفائزة وكذلك شرود وشواهين هم ثلاثة أضلاع هذا المثلث. الله، المنافسة كبيرة يا بن مخيت، يا عبد الله، يا بن جار الله، يا بن مخيت، يا راعي الفائزة التي تريد أن تفوز بهذا الشوط. الفائزة إذن لا يستهان بها أبدا، لا يستهان بها أبدا ولا بشعارها شعار عبد الله بن جار الله بن مخيت، أحد الأسماء المتميزة في هذه الرياضة العربية الأصيلة. الفائزة إذن على المركز الأول وكيلو ونصف الكيلو يا بن مخيت. المركز الثاني شواهين وراشد بن حمد بن متعب المنخس. الله يا المنخس، المنخس وصل مع شواهين وانطلق شواهين في المركز الثاني. الشرود على المركز الثالث، ولكن الله يا شقرة، شقرة وصلت الآن وانطلق الشقرة للسيد علي بن سالم بن سنيد الدعية المري. المركز الرابع حاملة الرقم 26 اللي تتسلل الآن، حاملة الرقم 26. الله 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 الله، تسللت الآن وانطلقت إلى المركز الثالث. الزعيمة مشاهدين الكرام غيرت إلى المركز الثالث الآن للسيد مشعل بن حسن الشريف، وعليها ملاحظة يرجى منك يا مشعل مراجعة لجنة التثبيت والتشبيه. المركز الرابع وصل شعار الخيارين مع انطلاق الطرائق لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين بقيادة ناصر المكسور، وشقرة تتسلل علي بن سالم بن سنيد الدعية، ولكن الفائزة، الفائزة على المركز الأول عبد الله بن جار الله بن مخيت المري. المركز الثاني يا سلام، الزعيمة الآن، الزعيمة تتسلل الآن وتغير الزعيمة إلى المركز الأول. طارت الزعيمة ومشعل بن حسن الشريف يغير الآن مجريات الشوط لصالحه. انطلقت الزعيمة في المركز الأول، مشعل بن حسن الشريف. المركز الثاني اختيار لسعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين وسالم بن شعفول المري يدير عملية تضميرها. المركز الثالث طرائق لسي سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ولكن هنا الزعيمة، الزعيمة على مركز الزعامة. الزعيمة تتزعم، تتزعم ناموس هذا الشوط. انطلقت الزعيمة أيضا، الزعيمة في المركز الأول، خلاص الناموس والزعامة للزعيمة في هذا الشوط. تهانينا للسيد مشعل بن حسن الشريف على حصول الزعيمة على المركز الأول في هذا التحدي وفي هذا الشوط. سلام إذا للزعيمة على هذا الانطلاق المتميز في الأمتار الأخيرة، تصل إلى خط النهاية إذا الزعيمة معلنة الحضور والتتويج بالمركز الأول. المركز الثاني طرائق لسعيد محمد بن زايد الخيرين، المركز الثالث اختيار لسعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين، المركز الرابع جاءت فيه الدرعية للسيد حمد بن علي بن جار حبل المري، والمركز الخامس كان من نصيب الفائزة لعبد الله بن جار الله بن مخيت المري. مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء أينما كنتم، الزعيمة هي من حضرت وكان حضورها مثملا هذا الصباح. قطعت المسافة في 8 دقائق 4 ثواني و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك الزعيمة سيد مشعل بن حسن الشريف على فوز الزعيمة وحصولها على ناموس هذا الشوط. تهانينا أيضا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين على حصول طرائق على المركز الثاني. توقيت الزمني 8 دقائق 6 ثواني 11 جزء من الثانية. تهانينا لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، وإلى المضمر المميز ناصر بن سالم المكسور. المركز الثالث جاءت فيه اختيار وقطعت المسافة في 8 دقائق 6 ثواني و16 جزء من الثانية. تهانينا لسعادة المحافظ سليمان بن حمد الجبرين، والتهاني أيضا موصولة لمضمر اختيار سالم بن شعفول المري. هذه إذا نتيجة المراكز الخمسة الأولى.